de plus en plus élevée. Il coule les premières indications relatives à la pandémie laissent entrevoir la menace d'un creusement catastrophique des inégalités. On observe partout dans le monde une fracture immense entre les élèves issus d'un milieu favorisé et ceux issus d'un milieu défavorisé. سينو تولي تضارب مصر هو فعلا لي مقال ومنشور من البنك الدولي يتعلق طبعا بالانقطاع المدرسي بسبب جائحة الكوفيد ويتحدث يعطي أرقام مفزعة يقول لك فما 1,600,000,000 تلميذ لم يذهبوا إلى المدارس خلال الحجر الشامل وتوا فما 700,000,000 اخرين عاجزين على متابعه الدراسه نتاعهم عن بعد لان ما عندهمش الامكانيات فعلا باش يتابعوا الدراسه عن بعد. وعندنا احنا مثال في تونس بطبيعه الحال عندنا المثال تاعنا في تونس خاصه فيما يتعلق بتلاميذ الابتدائي اللي الامكانيه تكاد تكون معدومه بالنسبه لهم باش ينجموا يتابعوا الدروس هذه عن بعد. والبنك العالمي الدولي يتحدث ايضا على مساعدات هامه جدا بالنسبة لعديد البلدان، يقول فما 62 بلد يظهر لي احنا مش منهم، احنا وقتها كنا نعتبره دولة متطورة ما توا نظرنا عنا الكرني الابيض ماناش موجودين. يتحدث على مبلغ 6.2 مليار دولار مساعدة يعني بالنسبة للمسارات المدرسية التربوية ل 62 بلد. لهنا بطبيعة الحال احنا شفنا راهو التأثير نتاع الجائحة هذه بالنسبة للسنة الفارطة. نعطيك زوج أمثلة فقط، مثال قريب لينا ومثال مثال حتى الآخر اللي سما قريب لينا، أنه البكالوريا ما تعداتش في فرنسا. وك علاش ارتفعت النسبة بشكل كبير جدا، وصلت 92% نسبة النجاح، لأن حسب المعدل السنوي وكان بزهر برشا تلامذة توانسة اللي يقراوا لهنا في الميسيون لقاوا روحهم ناجحين ومشاو توا يقراوا في فرنسا. نفس الشيء بالنسبة للمغرب، عملناه زاد المغرب ما عداوش امتحانات البكالوريا. تم احتساب بالنسبة للمغرب خذات احتساب ثلاثة سنوات الأخيرة، معدلات بتاع ثلاثة سنوات الأخيرة باش يعديوا الامتحانات، باش يعني يعطيهم الشهادة اللي هما ناجحين في البكالوريا. بالتالي احنا إذا تواصلت المسألة كما هي حاليا وشفنا تشكيات من بعض الأساتذة في خاصة بالنسبة للمؤسسات معناتها المعاهد الثانوية، أنه التلامذة ما عادش يحبوا يدخلوا خوفا من الجائحة هذه بالنسبة للابتدائي، لأن الخوف يعني نسبة العدوى غير منتشرة بشكل كبير. فما رقم اللي اعطته احنا 6900 تقول حوالي 7000 إصابة ميت اي و32، ولكن فما زوز وفيات فقط بالنسبة للتلامذة لأسباب خاصة صحية بحتة بالنسبة لهم ولو، لكن هذا يشكل خطر. وشفنا النقابات خاصة بتاع التعليم الثانوي اللي تقول راهو لابد من العودة إلى الحجر الشامل بالنسبة للمؤسسات التربوية، لأنه يتمس بدرجة أولى العدوى هذه رجال التربية يعني الأساتذة بالأساس. الإضراب المتواصل نتاع القائمين والإداريين اللي توفات تقريبا الشهرين واش دون أن تلتفت لهم الحكومة، بل بالعكس وزير التربية معناها بعث معناها الاعتماد إجراءات لإجهاض الإضراب هذا، وبطبيعة الحال السادة تعاطفوا مع القائمين وقالوا لا مجال. دونك هذا اللي يخلق مزيد من التسيب داخل الساحات وفي علاقة التلامذة ببعضهم. قلناها وكررناها، يا سيدي هو عندك قطاع اليوم عامل إضراب، فماشي معناها عضو حكومة قال هات خلينا نحكيو معاهم ونشوفوا شنو طلباتهم وناخذ ونعطيه، ولا ومن بعد يقول لك كيفاش مثلا التجؤوا الى طرق عنيفه و هو لا حتى الدراسه عن بعد اليوم يقدر الحكومه قداش عندها وتحكينا على قناه تربويه وقناه تربويه معناها مش لازم الناس كل عندها اي مش الناس كل عندها رب التربيه بالحكايه ذي ذولي في عام 2003 جاء موضوع نتفكر نتاع السيزيام تحدث عن اضرار الاشهار التلفزي فمن بعد ما بدات الكلام ذا عاد في الامتحان الصباح جات التليفونات من داخل الجمهورية قالوا راهو عندنا برشا تلامذة قال لك شنو هو التلفزة هذه جمل ما عندهمش تلفز ناس تعيش في الأرياف تحكي له أنت على شهر تلفزي ولا وقتها وقفوا وخذوا إجراءات استثنائية للتلامذة هذوم وبدل وينو السيد وزير الشؤون الاجتماعية في كل هذا فماش